لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب. أستاذ أحمد، سيادة النائب، مساء الخير. أهلا، أنا أستاذ أحمد، زي الحال. قل لي يا فندم، وصلتوا لإيه في هذا الملف؟ اللي أنا مش عايز مين ينتصر، أنا عايز دولة القانون تنتصر. شوف يا سعادة البي، أولا هي مش معركة حتى يكون هناك منتصرا أو مهزوما، وأنا يعني بأكد الكلام اللي سيادتك تفضلت بيه. الأمر الثاني، أنا عايز بس يمكن دي ثاني مداخلة إعلامية ليا بخصوص هذا الأمر، وكويس إنك أثرتها. إحنا عايزين نأكد عدة رسائل. الرسالة الأولى أن الأوطان تبنى بقوة المؤسسات، وخصوصا لما تبقى المؤسسة سلطة. يعني لما أجي أقول الحكومة، الحكومة سلطة تنفيذية. لما أجي أقول البرلمان، البرلمان سلطة تشريعية ورقابية زي السلطة القضائية إلى آخره. فهنا أنا حريص كنائب وكرئيس لجنة وكمواطن قبل ما أكون كل ده، إن أن يكون لدي في وطني سلطات قوية تتناغم مع بعضها البعض وفقا ل سيادة النائب أحمد السجيني فين؟ طيب نكلمه تاني. سيادة النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وهي اللجنة المعنية بهذا الملف. ما الذي جرى بين المستشار مرتضى منصور واللواء كمال ده؟ اتفضل سيادة النائب. أي فندم، اتفضل. فزي ما كنت بقول لحضرتك، احنا حرص يعني حريصين جدا على ان السلطات تحترم. فهنا انا ليس كدولة من مصلحتي ان يكون هناك تصادم ما بين سلطة تنفيذية وما بين نادي جماهيري، ايا كان النادي ده ايه. مظبوط. واخد بال حضرتك؟ ومين يمثله؟ كان زميلا في البرلمان، كان احنا ما بنبصش على الاشخاص، ولكن بنبص على الصفات. ما اثير حول هذه المسألة هو طلب احاطة تقدم به سيادة النائب خالد شعبان حول سور لم نتطرق الى المباني، وقال لك السور ده ولاية محافظة الجيزة. وبالتالي احنا عقدنا جلسة الحقيقة حضر فيها ممثل نادي الزمالك سيادة المستشار مرتضى منصور، وحضر فيها مقدم طلب الأحاطة، وحضر فيها 2 نواب لمحافظ الجيزة، وحضر فيها رئيس حي العجوزة ورئيس الإدارة الهندسية اللي هي بتصدر وبواقع اللائحة كل جهة بتتحدث وحديثها وما تقدمت به من مستندات احنا وثقناه في التقرير بتاعنا والمطبطة بتسجل. في النهاية أنا قمت بطرح عدة أسئلة، واخد بال حضرتك، وكان لدي بعض الإجابات. بناء عليها إحنا أصدرنا تقريرنا، تقرير في قرائن استقرت لدى يقين اللجنة، وبناء عليه توصيات. التوصيات كانت هي إن أنا ببني للمستقبل. هو النادي كان عنده سور بناه، لو سعادتك عندك وقتك يعني أقوله لك في عجالة. عنده سور بناه وفقا لارتفاع محدد 3 متر. الجهة الإدارية ممثلة في محافظة الجيزة ارتأت أن هذا الارتفاع مخالف للتصريح الممنوح له، فأنظرته مرة واثنين ما التزمش، فنزلت زالت له السور بالكامل. واخد بال حضرتك؟ فهنا كانت الإزالة من وجهة نظر مقدم طلب الأحاطة إزالة جائرة واستخدام غاشم للسلطة، حيث أنه كان من المفترض حتى وإن كان السور مرتفعا عن النسبة المقررة في التصريح، فكان يجب إزالة الجزء المخالف فقط، على أساس أن أنت لما جهة إدارية بتطلع ترخيص مثلا لعمارة 3 أدوار ويأتي المالك بمخالفة دورين، فأنت بتطلع له قرار إزالة بالدورين ما بتطلعهوش بالخمس أدوار. نعم. فده كان يعني إيه فحوى طلب الإحاطة. إحنا خلاص حققنا وشفنا الوضع القديم اللي حصل وهنقيمه لكن انا عايز ابني لبكره. فالحقيقة اللي هو ما انا ما اقدرش يبقى في هذه الحاله من الاحتقان ما بين زي ما قلت لك الجهتين. فاوصيت بوقف الاجراءات، سالت عده اسئله. السؤال الاول، السور المقام حاليا، انا بسال الجهه الاداريه، السور المقام حاليا اللي هو اعاد بناؤه مره تانية نادي الزمالك، هل هو في مخالفة بالنسبة لكم ولا لا؟ قالوا لي لا، المقام حاليا 1.30 متر باين ولا حاجة كده، ما فيهوش مخالفة. كويس. مال ايه المخالفة؟ قال لك المخالفة في ان في 3-4 درجات على الرصيف. الحقيقة في الجلسة نفسها وجهت
ممثل نادي الزمالك، قلت له على نفقتك ومعرفتك يتم ازاله هذه الدرجات، والرجل امتثل الحقيقه لهذه المساله وانا اتعهد بهذا. كويس. وخلاص وانتهينا. ده بالنسبه للصور. ورفعت الجلسه بتوصيه بوقف الاجراءات للجهتين لحين فحص المستندات المقدمه بصحتها بقى فحصا دقيقا، وإعداد التقرير والعرض على السيد رئيس مجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسبا تجاه هذا الأمر، وهذه سلطات ممنوحة للسيد رئيس مجلس النواب وفقا للدستور والقانون. بس اللي هو بعد كده هنا بقى التوصيات اللي هي ان انا بلزم نادي الزمالك بان هو يشيل الدرج، ان انا بلزم نادي الزمالك ان هو ما يرفعش السور ويحجب الرؤيه على الكورنيش، وبالنسبه لطلباته بخصوص الاحتياج الامني للحفاظ على الممتلكات والارواح وجهنا نادي الزمالك بان هذه المساله تفصل فيها الجهات الامنيه المتخصصه. وبعد كده هو يحصل له الحصول على يعني يتجه للحصول على استثناء. يا سيادة النائب، عارف نريد بس دولة القانون. دولة القانون هتنفذ، واحنا بكره عاملين جلسه. يعني من في خطأ لازم يعني يبقى فيه، لان احنا مش عايزين ايه الموضوع يبقى، ولازم نقفل بعد ما تخلصوا بكره او بعده يتقفل الموضوع ده يا فندم. الموضوع شوف فندم عشان اكون صريح معاك احمد بيه. نعم. انا فحصت مساله الصور فقط. لم احنا جلسه بكره هي جلسه يعني استضاح ومساءله لكل من السيد وزير التنميه المحليه والسيد محافظ الجيزه حول مساله واحده فقط. ايوه ايه هي؟ قانون واحد ل 2016 حدد السلطات، مفهوم السلطات ايه. ولدينا في هذا القانون مواد تتيح للبرلمان متابعة تنفيذ توصيات. احنا لما اوصينا بهذه التوصية في الجلسة الحقيقة حصل تعدي على حسب مقدم طلب الاحاطة اللي قدمه تاني، قال لك ان المحافظة لم تلتزم ونزلت وشالت وهدت كل طبعا هو اللي نزل مش المحافظة بس، هو اللي نزل المحافظة والري. الري شالت المباني وبشكل زي ما حضراتكم كلكم شفتوه. انا ما اقدرش اقول قولا في الرأي لان لم اطلع على المستندات. يعني ودي نقطة مهمة جدا. انا اللي فحصته هو الجزء اللي خاص بولاية محافظة الجيزة، وده اللي ابديت فيه رأي وعملت فيه مذكرة، واعتقد المذكرة يعني بقت على مرمى ومسمع الجميع، واعتقد انها كانت مذكرة فيها قدر كبير جدا من التوازن للجهتين. احنا عايزين علاج لهذا الموضوع، حاله شويه هدوء عشان نحل الموضوع. المستشار مرتضى مؤكد اللي هتقوله اللجنه هيقبل بيه، محافظ الجيزه اللي هيقوله اللجنه، ما حد زي ما قلت كده ما حدش فوق القانون. الحقيقه انا عايز اقول لحضرتك حاجه، سياده المستشار مرتضى منصور انا يعني هو زميل لنا، لكن بقى لنا 3 سنين اهو، انا لم اعرفه الا عن قرب الا في الموقعه دي. وانا اشهد انه كان يعني حريصا على ان يعني الجلسه قعدت 3 ساعات وثلث احمد بيه، وكانت يعني ماشي، يمكن حصل مشده في الاول كده عشان بس نظبط ايقاع الجلسه، لكن بعد كده كانت ماشيه وفقا للائحه كما يعني انزل الكتاب، وكان مشهد وكانت جلسه علنيه. بكره احنا عاملين جلسه مغلقه سريه اللي زي ما قلت لحضرتك لطرح هذا الامر، وان شاء الله نوصل لحلول تنهي هذه المسألة برمتها بإذن الله تعالى. أرجو إن احنا نحل الموضوع من غير ما نتهم، يعني ما يبقاش فيه اتهامات أبدا من أي طرف لآخر. طالما مجلس النواب تدخل خلاص احنا عندنا ثقة في مجلس النواب لحل هذا الموضوع. وبالتالي أنا بفتح الموضوع النهاردة لأن أنا عارف إن عندكم جلسة بكرة، فقلنا هذا الموضوع عايزين نحل يا جماعة، كفاية يعني نطبق القانون. حضرتك هتقول في اللجنة وتطلع بيها للرأي العام، آدي واحد آدي اتنين، مين هنا ومين هنا، مش عايزين زي ما حضرتك بتقول مين انتصر ومين ما انتصرش، الموضوع مش كده بالظبط كده. وعشان كده انا بنتهز فرصه مداخلتي مع سيادتك وبناشد الطرفين بعدم الادلاء باي نوع من انواع التصريحات، ومش هناشدهم بالالتزام بتوصيه البرلمان لان توصيات البرلمان ملزمه. ولازم السلطه التنفيذيه او المحافظات تبقى عارفه كده هوت، وان كانت التوصيه لا تمثل او يعني لا توصف بانها حكما نهائيا باتا موجب التنفيذ، الا انها هذه التوصيات صادره من اعلى سلطه رقابيه وفقا للدستور. وبالتالي انا كما يجب علي احترام وعدم التغول في اختصاص السلطه التنفيذيه
كبرلمان وكمجلس نواب أيضا السلطة التنفيذية يجب أن تمتثل إلى التوصيات، وده مش كلامي أنا ولا كلام أحمد موسى ده ولا أي حد، ده كلام القانون والدستور. وإذا كانت التوصية في بعض الحالات لا ترتقي إلى التنفيذ، فعلى السلطة التنفيذية التقدم بمذكرة إلى السيد رئيس مجلس النواب شارحة له إن هي معترضة على التوصية الفلانية اللي صدرت من اللجنة الفلانية أو مسبباها. ده اسمه تناغم واحترام ما بين السلطات بعضها البعض. كده أوطنته ابنا، غير كده إن احنا نتصادم ده ما يصحش. ده طيب. احنا بنقوله وهنأكد عليه، مش عايزين اي تصادم، مش عايزين اي اتهامات، عايزين نحق حل هذا الموضوع وفقا زي ما بقول كده، عايزين كل الحاجات اللي هي بتسبب احتقال لازم تخلص، لازم تخلص حضرتك بصراحة. الموضوع بطمن حضرتك الموضوع ان شاء الله هيتحل بكرة مساء ان شاء الله. طيب خلي حضرتك معانا، معلش سيادة النائب.